فتحي. دكتور هشام اتفضل. استاذ وائل اهلا بيك، اتفضل. خير، ازي حضرتك وازاي؟ اهلا بيك. لو اعتقد لو الموضوع ديني بحت كانت اول دوله في العالم في الختان كانت هتبقى السعوديه. طب. صح، برافو عليك. لا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف اهله. السعوديه اهل الذكر يا الشريعه هي الحجه، مش الدول هي الحجه. هذا الموضوع هم الفقراء. فين النص القراني اللي بيقول ليس في الدين؟ انا جبت النص القراني. نسمع المتصل بس. الأميرة إبراهيم؟ ثم أوحينا إليك. هنسمع المتصل. لا لا لا، مفيش الكلام ده. حضرتك في إحدى الحروب سيدنا محمد جه يحط الجيش في مكان معين، فالناس ما هو في مشايخ أهو باعتيني وبقول قول للشيخ سعيد إنه ده ختان الذكور. قول له أنا عارف. هو يتحدث عن ختان الذكور، فلماذا يخلطه؟ أنا ما كملتش، هو ما يعرفش أنا ما كملتش. يعني في مشايخ أهو باعتيني، بس أنا مش عايز أدخل المناقشة في المرأة. أيام سيدنا إبراهيم كانت قوية. دكتور هشام اتفضل. لما جت أيام سيدنا محمد خست شوية. نسمع بس المتصل الشيخ سعيد. ليس رجال الدين بأوصياء على الشعب. طب أقول لك حاجة بقى. في واحد تخم ما فيهمش كده. بس أنا بقول له ممتلئة مش تخينة. عضلات قوية. اتفضل اتفضل يا جماعة، نسمعوا المتصل كده. احنا وائل جلالي ولما قال ان الارض كروية وحبسوه وقتلوه وبعد 300 سنة الرجل طلع صح. ليس رجال الدين من لا يهتمون بالمخدرات وبالموبقات اللي في البلد، واهم حاجة عندهم كل حاضر يا ألبرت أينشتاين. حاضر. كل ما يخص الست هي اهم حاجة عندهم. يا بيه اهل الذكر في هذا الموضوع هم الاطباء، دي تتختن ودي ما تتختنش. لكن انا لست مع تكوين لجنة علشان خاطر يقولوا الست دي تتختن او ما تتختن. ما بنستفدش حاجة يا حبيبي، ما بناخدش اجرة على الختان. الاطباء هم اللي بيقبضوا على الختان، احنا ما بناخدش فلوس. احنا التزام بالشريعة مسألة. تلتزم بالشريعة في موضوع يا اخي الفاضل. يا اخي الفاضل مسألة سئلت لاحد الفقهاء. طيب لو خلاص هنسمعه بس يا لو نزل واحد مختتن، وكثيرا ما ينزل حد مختون، هل نختنه ولا ما نختنوش؟ طيب دكتور هشام اتفضل، بس عشان هو معانا على التليفون. قال نمشي الموس على الهوا احتراما للشرع الشريف. يا الشرع له احترام. ليس معنى انهم طب ما هو كانوا الكفار بيقتتلوا. احترم الشريعة يا شيخ. اول ما الشريعة لراحة البشرية. يا رب كما دينك كما نبيك. يا اول ما احترم الشريعة. يا دكتور هشام اتفضل. شيخ سعيد اسمع بس. يا شيخ سعيد ده متصل هيتكلم كلمتين ويمشي. انت مش مخليه يتكلم بس. بيتكلم ليك تنافر عن الشريعة التي بها. يعني تاني هقول لك. انا هسكت. بوضوح، هل الازهر دهس الشريعه؟ لا لا طبعا. هل دار الافتاء دهس؟ يعني يا جماعه مجلس النواب ناقش ذلك في اطار فتاوى من الازهر ومن دار الافتاء ومن لجنه الفتوى بالازهر. نعم اتفضل. هشام مع حضرتك. طب تعليق اخير اتفضل. تعليق اخير ان القبائل الافريقيه التي ليس عندها دين ما بتختتن البنات جابوها برضو من الكتاب اللي قدام حضرتك ده بتاع ابو المولى مش عارف اسمه ايه ده. مفيش كده يا استاذ وائل. لو في الدين كان زمان السعوديه هي نمره واحد في الختان. اهل الذكر الاطباء. طيب. اللي يقولوا دي تتختن او دي ما تتختن. انا بشكرك.